الاعداد والجمع حتى الستة تكوين الاعداد والجمع حتى الستة هنا عندي ثلاثة ارانب وهنا ارنب فقلنا واحد زائد ثلاثة يساوي اربعة هنا عندي اثنين ارانب وهنا اثنين ارانب فنقول اثنين زائد اثنين يساوي اربعة يوجد اكثر من طريقة لتكوين العدد اكتب العدد وجد ناتج الجمع اكون العدد ثلاثة عندنا هنا عصفورين او كتكوتين زائد كتكوت يساوي ثلاثة مجموعين ثلاثة عندي هنا ديك او ديك زائد صفر هنا صفر هنا زائد يصير بيناتين زائد صفر اذا يبقى العدد هو نفسه ثلاثة لأن ما راح نجمعنا أي شيء هنا نحن نسمي هذا غزيل البر بعد ما اعرف بعض الناس يسمونه هذا غزيل البر هنا عندي عدد ثلاثة زائد واحد راح يعطيني ناتج راح يكون ثلاثة زائد واحد ويساوي أربعة زين عندي هذا حلزون هنا عدد واحد وهنا ثلاثة وراح نقول واحد زائد ثلاثة ويساوي أربعة أستعمل المكعب الأحمر والمكعب الأزرق وأكون العدد خمسة اجي هنا نكون العدد خمس هنا منطيني ثلاث مكعبات حمر راح اكتب هنا العدد ثلاثة وهنا اثنين مكعبات زرق فراح نقول ثلاثة زائد اثنين راح يساوي لي خمسة هنا عندي مكعب واحد احمر اكتب داخل المربع مكعب واحد احمر وهنا مكعبات اربعة فش راح يكون واحد زائد اربعة يساوي خمسة اتحدث كيف اكون العدد خمسة باكثر من طريقة يعني احنا نقول اثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة نقول خمسة خمسة زائد صفر يساوي خمسة اذا طرق تكوين العدد خمسة نقول اربعة زائد واحد يساوي خمسه بعد شنو عندنا نقلبهن نقدر نفسهن نقلبهن هذني مكونات العدد خمسه يعني نقول واحد زائد اربعه يساوي خمسه نقول ثلاثه زائد اثنين يساوي خمسه أحل أكون العدد باستعمال مكتب جملة جملة الجمع أكون العدد ستة هنا رايد من عندي أكون العدد ستة خلينا نشوف خمسة زائد واحد يساوي ستة لازم هنا بهاي المربعات نكون العدد ستة فش راح نقول نقول خلينا على سبيل المثال ما محددين مثل شريد هنا فاحنا المهم يطلع الناتج هنا أنا عندي كله ستة هنا كله ستة فراح نجي نقول اثنين زائد أربعة ناتج ستة ثلاثة زائد ثلاثة الناتج ستة نجي هنا بالأخير شو نقول نقول واحد زائد خمسة ستة نجي هنا فكون العدد خمسة يعني المطلوب من عندي هنا كله خمسة 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 هنا أنا ما راح نقول هاتشي راح هنا بالأخير ما نقول خمسة لأن موجودة فوق خلينا نقول هنا ستة زائد صفر ستة زائد صفر راح يساوي لي ستة نبدي هنا خمسة زائد صفر خمسة واحد زائد أربعة خمسة اثنين زائد ثلاثة خمسة اجمع من خلال الجدول خل نجمع من جد. خلال الجدول يعني هذا الرقم نجمعه ويا هذا يعني صار عملية الجمع هيك اجمع من خلال الجدول يعني صفر زائد اثنين ايش يساوي الاثنين واحد زائد اثنين راح يساوي ثلاثة اثنين زائد اثنين يساوي أربعة اثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة أربعة زائد اثنين يساوي لي ستة صفر زائد ثلاثة ثلاثة واحد زائد ثلاثة أربعة اثنين زائد ثلاثة خمسة ثلاثة زائد ثلاثة ستة وفكر مع سارة ثلاثة ثلاثة فراولة ومع, ومع مريم اثنين فراولة كم فراولة معهما ارسم الصورة واجد الحل يعني لازم نرسم الفراولة بما ان انا حاسبة ما اقدر فانتم عليكم ترسمون الفراولة بالصورة الصحيحة هاي فراولة هاي هنقول وحدة وهاي اثنين وهاي ثلاثة ثلاث فراولة هو مع مريم راح نقول زائد فراولة الموجودة عد مريم راح يصير ثلاثة زائد اثنين ويساوي راح ارسمهن جوا خمسة اربعة وهاي خمسة فراولة أتواصل أعط ابنك ابنتك ست أقداح وأطلب إليهما تمثيل العدد ستة يعني جهز لك ست كلاصات وانطيه للطفل الموجود يمك وقل له يلا اجمع لي هذا الرقم ويا هذا الرقم راح يطلع ستة إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم استودعكم الله في أمان الله وحفظ